Dear Chairperson, dear audience, احنا النهارده هنتكلم على الاسسمنت of executive functions. We're using a scale called Barclays Deficits in Executive Function Scale for Children and Adolescents. خليني اعرض اول كيس ودي حاجه احنا حابين نعملها معاكم هو ان احنا عايزين نشتغل على الكيسز دي. انا هعرض تو كيسز وبالنوليدج اللي احنا هنديها هنقدر على اخر الوركشوب نعمل a good assessment for the executive functions and we will are going to use the Barclays scale to assess and get a score and lastly get a proper strategy to deal with the executive dysfunction. طيب ده طفل عنده في تانية ابتدائي وده جه في العيادة الخارجية. مامته بتشتكي مينلي من اول حاجه ان كراساته ده في السكول مش منظمه، تاني حاجه انه هو بيلعب رياضه ما بيديش وما بيسمعش الدايركشن بتاع المدرب بتاعه، ولاستلي ان هو ما بيقدرش يكونترول هيز ايموشنز وهناخدها في الديتيلز في الاخر. Again, case study number two هي فكرة برضو طالبة اسمها فرح في تانية اعدادي، بس هي بقى ابتدت بلس السيمتومز الطالب اللي في الكيس الاولاني بيشتكي منها، ابتدينا كمان نشوف مشاكل في ان هي بتهرم المدرسة، بتختار ان هي تليف الديسيبلين بتاعت مامتها، فابتدى يظهر فيها مشاكل اخرى بتاعت فترة المراهقة. That's why on our agenda today we are going to elicit existing knowledge ويمكن بدعي ان احنا هنزود برضو شوية knowledge على ال ADHD وال executive functions, how they are related and how they fit together على their neuroanatomical substrates. وهندي فكرة على باركليس صاحب السكيل عامل برضو theory about executive functions and my colleague اختي وحبيبتي دكتورة هبة بروفيسور هبة عصام هتكمل معاكم ال components of executive functions وال development وهتيجي الجونيور بتاعنا الصاعد الواعد دكتورة آية ماجد وهتبتدي تتكلم على الاسسمنت وهتدينا فكرة ايه هو السكيل and lastly the strategies. طيب الاكزيكتيف ديسفانكشنز دي احنا بنتقابل كل شويه في سيتويشنز مختلفه، كل سيتويشن من دي عايز مايند سيت معين ان انا ابتدي اعمل له خطه لاني اقعد من اوله لاخره، ابتدي اعمل له بلاننج، ابتدي اعمل له اورجنايزيشن. كل ده محتاج our executive abilities. The executive abilities دي بت enable us to be successful in our daily livings سواء في school سواء في work and so on. It's simply كده هو the executive functions بتخليك to manage time, to pay attention, to switch focus, to plan and organize, remember details, وطبعا to avoid saying or doing wrong things and lastly على ال based experience بتاعتك كل شوية بتديلك a new mindset. ال ADHD هو زي ما احنا عارفين عنده 3 components وهو defined بيهم، هما ال inattention وال impulsivity وال hyperactivity. الحقيقة هو the most common childhood disorder، بيبقى البريفرنس بتاعته من 4 ل 12% في الشيلدرن من 6 ل 13 سنه، وامتد معانا في الادلتهود ل 4.4 بريفرنس في الايدج بوبوليشن ما بين 18 و44 سنه. طيب الاي دي اتش دي والاكزكتيف فانكشن بتبقى لينكت ازاي؟ اول حاجه حاليا ال ADHD بقى معروف قوي وبقى well known ان في executive function this a big problem في ال executive functions. وحتى الطفل هيجي لك في الكلينيكال setting امتى؟ لما ال executive dysfunction تبان، لما he is needed to manage himself certain tasks زي ان هو يقوم الصبح، زي ان هو يغسل
أسنانه ويفرش أسنانه ويغسل، ومطلوب منه تاسكس إن هو يروح المدرسة ويلتزم بالهوموركس and so on. فهتبتدي هنا الأم تجيله. قبل كده كهايبر اكتيفيتي أو امبولسيفيتي بتبقى متطنشة، لكن أول لما الاكزيكتيف فانكشنز هي اللي هتيجي تبان فده بيجي. فعشان كده ده أول لينك ما بين الناس اللي فكروا في الاكزيكتيف فانكشنز and ADHD. تاني لينك، احنا ممكن نبص الدياجرام ده، يا اما هنبص من توب لبوتم او هنبص العكس هيراريكال من تحت لفوق. وقالوا ان الاكزيكتيف فانكشنز دي لو قسمناها تو دومينز، واحد من دومين هو الانهيبيشن بتاع الموتور والفيربال والكوجنيتيف ايموشنال اكتيفيتي، يبقى هيدينا اكشلي لو فيها ديفيسيت هيدينا الهايبر اكتيفيتي وامبولسيفيتي بتاعه الاي دي اتش دي. لو الاذر دومين هو الافكتيف زي الميتا كوجنيشن في الفيربال والنار فيربال وركينج ميموري في البلاننج والبروبلم سولفينج، يبقى احنا هنخش في تاني كاتيجوري للاي دي اتش دي الا وهي الان اتنشن. فده تاني لينك ما بين الاي دي اتش دي والاكزيكتيف ديسفانكشنز. هو النيورو اناتوميكال سبستريت اوف اكزيكتيف ديسفانكشنز، هما قالوا لك في الاثنين احنا محتاجين ان انتجريتد برين. الانتجريتي بتاعت البرين شغاله بسيركتس وكونكتيفيتي. السيركتس شغاله من فوق من الفرونتال للاوكسيبيتال لوبس ونازله على السب كورتيكال ارياس واصله لحد الثالاموس، والاوركسترا بتاع كل السيركتس والكونكتيفيتي دي هو البري فرونتال كورتكس. Example of this circuit هو السيركتس اللي involved في الاتنشن. فاحنا كلنا عارفين الانتيريور اتنشن سيستم والبوستيريور اتنشن سيستم بادين من فوق. لو بصينا على الانتيريور اتنشن سيستم بادية من البري فرونتال كورتكس نازلة على الانتيريور سينجلت كورتكس وداخله بقى على البيزن جانجيا والكوربس ترايتم، وده الانتيريال اتنشن وده اللي بيتحكم فيها النور ادرينالين. البوستيريال اتنشن سيستم برضو السيركت بتبقى من فوق والرايتال وثالاموس نازله على السيربيلم ترجع تاني للبرايتال لوب، وده اللي بيتحكم فيها هو الدوبامين. وزي ما احنا عارفين ان النور ابينفرين هو بينهانس الابروبريت سيجنالز، انما الدوبامين بيسكت خالص النويز او الان ابروبريت سيجنالز. اجان الاكزيكتيف ديسفانكشنز برضو مسؤول عنها سيركتس رويال اتال قال عليهم، هم ثلاثه فيري امبورتنت. هم الدورسو لاترال بري فرونتال كورتكس اللي هو مسؤول على الاتنشن والبلاننج والسيت شيفتنج والوركينج ميموري، واللاترال اوربيتال فرونتال سيركت اللي هي مسؤوله عن الريسك اسسمنت والانهيبيشن اوف ان ابروبريت بيهيفير ريسبونسز اللي هي بينتج عنها امبالسيفيتي وهايبر اكتيفيتي، والانتيريور سينجلر كايرس اللي هو برضو مسؤول على المونيتنج بتاع البيهيفير والسيلف كوركتنج ايرورز اللي برضو بينتج عنه الامبالسيفيتي اند هايبر اكتيفيتي. نفس البري فرونتال كورتكس ونفس السيركتس موجوده في الاي دي اتش دي اللي هي ابتدت تبان في الدورسولاترال بري فرونتال كورتكس المسؤول عن الاتنشن، والفنتروميديال المسؤول عن الامبالسيفيتي، والرايت انفيريور بري فرونتال كورتكس اللي مسؤول برضو على الامبالسيفيتي اند هايبر اكتيفيتي. يبقى دلوقتي احنا في فيتنج ان ما بين الاي دي اتش دي والاكزيكتيف ديسفانكشنز اكشلي في 3 في لو اتكلمنا على الكلينيكال سايكوباثولوجي هم بيجوا لما الاكزيكتيف فانكشن بتاعهم يبان ان هو ات ديفيسيت، وفي نفس الوقت بيبقى في نيورو اناتوميكال سبستريت، وواضح اللينك ما بين نفس الارياز اللي بتدي الاي دي اتش دي هي نفس الارياز اللي بتدي الاكزيكتيف ديسفانكشنز. اند اجين لو احنا بصينا لها من البرود باندز كاتيجوري بتاعه الميتا كوجنيشن اند انهيبيشن بتاعه الاكزيكتيف فانكشنز هي برضو هتبقى لينكد لنفس الكاتيجوري
of symptoms بتاعت الـ ADHD ألا وهي الـ impulsivity, hyperactivity and the inattention. باركلي عامل ثيري اللي هو نعرض السكيل بتاعه in short, عامل ثيري إنه it's a problem of inhibition. الستيمولاي بتبقى inhibited عشان أخلص ال working memory بتاعتي من other noise. فأنا if I can inhibited اللي هو بيسميها prepotent stimulus, أنا أقدر أكمل في stimulus تاني لحد ما أخلص التاسك. ومن هنا قايل ان اي ديفيسيت في الانهبيشن هو اللي هيعمل كل المشاكل بتاعه الاكزيكتيف فانكشنز اللي هي مكتوبه في الجدول ده, واللي هترك دكتوره هبه عشان تبتدي تشرحها ككومبوننتس وديفلوبمنت. ثانك يو فيري ماتش.